ربما السبب كيرجع للهم ديالنا المستقبل حنا الفتيات، خصوصي في ظل الوضعيه الهزيله اللي كنعيشوا في العالم العربي اللي هو عالم ذكوري بامتياز. هادشي اللي كيخلينا اللي كيدفعنا اننا نخدموا ونتابروا ونعطيو اكثر باش اننا نتفوقوا ونعطيو المثال الحقيقي للمراه العربيه. انا مهم باش نختصر، في السبب الحقيقي التفوق ديالنا على الذكور هو الوضعيه الحاليه ديالنا واللي كنطمحوا اننا نحسنوها وتولي حسن. اول حاجه السلوك ديال البنت كيكون طالع على الولد، وثاني حاجه الوقت اللي كانوا فيه البنات كيبريباريو والدراري كانوا كيمشيو لبلا شي حاجه بحال هكا تيخرجوا. البنت كتكون شويه خجوله على الولد، الولد كيكون داسر، واخا في القسم تيكون داسر ماشي بحال البنت. البنت كتكون يعني كتحشم كتخاف من اي حاجه، من النقاط اللي نقصوا ليها، من قدلت مني استاذ يعايرها شي حاجه في حالك. بيان سور من المستقبل ديالها ماشي لا كيسيون ديال ما نسوقش، ولكن نقد نقول لك عنده زيد ناقص، يقد ينجح يقد ما ينجحش، عنده عادي. ماشي هكاك، ولكن حنا ربونا في الاسره المغربيه علمونا ان البنت تقدر دير شحال من حاجه، تقدر تقرا، تقدر تشقى، تقدر تلعب، تقدر تنشط، تقدر تلبس، فهمتي؟ تقدر دير شحال من حاجه، ماشي بحال الدري تيقول لك خصك غير تقرا باش تخدم، فهمتي؟ حنا علمونا منذ الصغار انك ممكن دير شحال من حاجه وممكن يكون عندك بزاف ديال الوظائف. سيتادير كو واخا يكونوا حنا عندنا تيك توك والانستغرام والفيسبوك والواتساب، قادرين اننا نقراو ونجيبوا لي مويان احسن من دراري. انا امون افي جو كرو بان لي زيتو سيانتيفيك بينو بان البنات عندهم ديك لا كاباسيتي انهم يركزوا على بزاف ديال لي طاش، يبقاو يديروا بزاف ديال لي طاش اون باراليل ويعطيو فيهم كاملين كونتريرمون للدراري. واصلا حتى البنات جو كرو فيهم شي شويه داك النفس وداك ليسبري كومبيتيتيف ديال كيبغيو يتعاندوا بيناتهم، ما كيرضاوش. كتبغي توصل لواحد تكون عندها اون بوزيسيون، سا سي دون بار. شنو اخر لا بالعكس، انا جيمين في واحد لا رمارك ان فاش كنكونوا او نيفو ديال ليسي كوليج الدراري كيكونوا شويه بروكراستينيتورز، ما كيخدموش بزاف، ما كيكونوش مسوقين بزاف، مي اون فوا كيفوتوا داك لو سيكل ديال الهاي سكول كيطلعوا للكوليج يعني كيمشيو لي زونيفرسيتي وهذا عاد بحال عاد كيتحركوا. زعما جي في هاد لا رمارك با مال دو فوا، ما عرفتش واش بصح ولا لا، مي في لونيفرسيتي الدراري كيكونوا عندهم دي موايان ميم فايتين البنات وكيخدموا حسن من البنات. انا جو كرو يمكن حيت كيديروا داكشي اللي بغاو، كيمشيو يقراو، هما اللي كيختاروا الدومين اللي بغاو يقراو فيه، ماشي بحال في الليسي خصك تقرا كاع لي ماتيير، ما كيكونش عندك مع كاع لي ماتيير. مي فاش كتفوت الليسي كتكون نتا ديك الساعه عندك لو شوا ليبغ انك تختار الفيلد اللي بغيتي تكمل فيه وتقرا فيه، وداكشي علاش كيمشيو فيه حسن. عموما هو تميز المرأة المغربية على مستوى المنظومة التربوية والبيداغوجية هو نتيجة مجموعة ديال العوامل، ولن يعني رفع المستوى الحس الإدراكي للمرأة المغربية والفتاة المغربية، اعتبار أنها لم تعد تتموقع داخل جانب التمييز الجنسي، أصبحت في خانة مقاربة النوع، أي النوع التربوي، النوع الاجتماعي، النوع السياسي، وبالتالي هذا من اسباب الاولى. السبب الثاني هو كذلك انفتاح الاسره المغربيه واهتمامها بمستقبل يعني الاناث اكثر، بعدما كانت سنوات الخمسينات والستينات يعني اكثر تركيزا على ان يعني العنصر المنتج داخل الاسره هو الذكر، اليوم اصبح الاهتمام اكثر الى المراه باعتبار ان ربما يعني الفتاة دائما تتميز على المستوى العائلي وتكون أقرب إلى خلق ذاك التماسك العائلي. ثالثا مع هذه الظاهرة ديال الثورة التكنولوجية اللي بطبيعة الحال خلقت مستوى الإدراك وعدم الشعور بالميز يعني يعطي التحصيل
الدراسي والتربوي لفتاه مغربيه يعني ابعاد قيميه كبيره. وعموما انا ماشي غريب على مغرب، على بلاد بحال المغرب اللي عطات توريا الشاوي في الخمسينات كاول يعني بيلوت ديال 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 الطياره من 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 اصول عربيه. ماشي غريب على المغرب اللي خناتها بنت بكر المغافريه زوجة السلطان مولاي اسماعيل ربات حفيدها سيدي محمد بن عبد الله على قيم التسامح وقبول الاخر، وكانت النتيجه هي اعتراف المغرب اول بلد اللي كيعترف بالولايات المتحده الامريكيه. فاذا نبوغ المراه المغربيه شيء عادي وطبيعي، وكل عام والتلميذه المغربيه بألف خير وبتميز ان شاء الله. كنقول لك التفوق يرجع بالدرجه الاولى للتربيه ديال الاسره، يعني دور الاسره في التعليم. هناك ميول، لكن ميول سواء الاب او الام الى الدراسه، كذلك الطفل لما كيكون صغير سواء كان ذكر او انثى كياخذ واحد النظره على الاب والام، ومن ثم يتجه نحو الدراسه، وبالتالي يكون هذا التوفق انطلاقا من الاسره. بالعكس قد يكون التوفق سواء الذكر او الانثى يتجه من خلال القسم، يعني من خلال. ولكن كاينين اسر اللي يعني كاين البنات والولاد، يعني كتلقى البنت كتقرا مزيان وخوها يعني ما كيهتمش بالدراسه، كيفاش كتشوف هذه الامور؟ كما قلت لك ميول، يعني هناك كنقولوا يعني هذا بالنسبه لهذا ان يعني البنت كتفوق على الذكر، يعني ان الذكر هناك انشغالات له من الطفوله، انا باغي كحق احلام البنت، هناك توجه واحد وتوجه توفق في الدراسه. هذا يعني هذا التوفق في الدراسه ينطلق منذ الصغار، لا يكون لها فكر سوى التفوق، يعني التفوق في العلم او الدراسه. لا الاعلام ليس له يعني اي سبب في تفوق الذكر والانثى، بالدرجه الاولى كما قلت لك تكون التربيه، ومرتبه الثانيه تكون هناك ميول، يعني هناك انشغال بالدراسه. الطفل ينتقل مثلا بكرة القدم او لا بالرسم او لا بالموسيقى، البنت هناك اتجاه علمي منذ الصغر، الذكر يتجه الى العاب او الى ميولات اخرى كالاغاني والرقص، يعني هذوما الاسباب التي كتجعل يعني البنت تفوق على الذكر في الدراسة. النظرية ديالتي انا بالنسبة للتلميذات تكون عندهم واحد الطموح باش يخدموا مزيان، وعندهم الاباء ديالهم تكون واحد السيطره حتى هي عليهم. اما بالنسبه للولاد ما كاينش الخروج وديك الهاتف والواتساب وديك الشيء كلها تتاثر عليهم بالنسبه للنتائج. واخا 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 تكون السيطره ديال الوالدين وتشوف مستقبل البنات اكثر من هذا، لا في العمل بالنسبه للوظيفه تتكون العمل ديال الموظفات اكثر من هذا. قبل ما تخرجوا ما تنساوش تابوناو في لاشين يوتيوب وبارطاجيو الفيديو وديروا جيم وتابعوا الدار على مواقع التواصل الاجتماعي.